لما سألنا أحمد حسن بطل أمم إفريقيا 4 مرات مين هو أكتر لاعب بيمثل منتخب مصر؟ قال لنا حسام حسن. DNA منتخب مصر موجودة في عروق العميد، في أسباب كتير بتميز حسام حسن عن باقي المرشحين لتدريب الفراعنة. بيجيد تطوير اللاعبين، فكر هجومي، وبيجيد استخدام الكرات الثابتة. اتأكد إن مع حسام هتختفي مشكلة غياب المهاجم الهداف. يقدر يكسب اللاعبين في صفه، بس زي ما في حاجات بترجح كفته، في كمان نقط مش في صالحه. حسام من أسرع المدربين اللي بيفقدوا أعصابهم. على مدار مسيرته التدريبية لسه ما كسبش ولا لقب. حسام ممكن يبقى حسن شحاتة جديد للمنتخب، أو مارادونا مع الأرجنتين.